نحييكم مشاهدينا، أحلى تحية من قناة فجيرة بحلقة جديدة ووصفة جديدة من برنامج ملح وسكر. واليوم عاملكم طبقين مميزين. طبعا عندنا اليوم شوربة الدجاج بالكريمة، وعاملين طبق الثاني رز بالخضار الطازة. وقبل ما نبلش بهالطبق، نبلش أول شيء بالشوربة الدجاج بالكريمة، منشوف المقادير على الشاشة. مقادير شوربة الدياي بالكريمة: 100 جرام صدر دياي، 500 ملي لتر مرق دياي، 100 ملي لتر كريمة خفق، 20 جرام طحين أبيض، و20 جرام زبدة، 5 جرامات فلفل أبيض، و10 جرامات ملح. طبعا اعزائي، مثل ما شفتوا المقادير على الشاشه، بدنا نحن هلا نبلش بشوربه الدجاج مع الكريمه. طبعا ولعنا النار هون، بدنا نحط نحن اول شيء الزبده. هيدي الزبده بنحطها على بالطنجره، بدنا طبعا نخليها لحتى تسيل، وبس تسيل تسيح الزبده منضيف عليها طبعا الطحين. مثل ما شايفين لازم الزبدة تسيح، بنحط عليها الطحين. هذا الطحين لازم نحط الطحين. ليش بنحط الطحين؟ منشان لحتى الكريم اوف تشيكن سوب لازم تتعقد شوي منشان تصير لذيذة، ما تكون يعني سميكة كتير ولا رخوة كتير. هلأ عم نقلبها شوية، بدنا نحن بس شوي يعني الطحين على النار شوي يغلي، يعني يتقلب، نقلبه شوي طحين وزبدة. بعدين بنرجع منضيف عليه المرق، وهو مرق الدجاج دايما بيكون نسلق الدجاج وبناخد المرق البويون تبعه. هلا بدنا ننزل البويون على الشوربة مثل ما شايفين، شوي شوي نحن عم ننزل وعم نحرك هيدي طبعا مرقة الدجاج مثل ما شايفين. نحن هون اعزائي حطينا صدرين دجاج، سلقناهم بالماء مع المطيبات، والمطيبات هن بوكا جرني، عودين قرفي، ورقه غار، ورقتين غار. بنحط لهم بصله صغيره، وبعدين ضلعين بقدونس، وطبعا حطين هيل يعني البوكي جرنيل تبعه للمطيبات تبع الشوربه. هلا نحن عم نقلبها مشان طبعا الزبده والطحين طبعا يغلوا شويه. لازم تغلي، من بعد ما تغلي بنرجع بنضيف عليهم. نحن هون بدنا نضيف قليل من الملح، شويه ملح، لانه حاطين نحن بسلق الدجاج شويه صغيره. وبدنا نحط شوية فلفل أبيض، رشي كمان، رشة فلفل أبيض تعطيها نكهة صغيرة، بس شوية صغيرة، رشة خفيفة بس هو هني. وبدنا نقلبهم، فينا كمان نضربهم بالشريط منشان إذا في شوية طحين مش دايبين منشان حتى يذوبوا بهالشكل هيك. هلا بلشت تستوي ما شايفين. نحن هلا عملنا نضيف عليها، بما انه غليت وصارت يعني متماسكه مع بعضها، بدنا نحط الدجاج. طبعا هذا الدجاج صدورة الدجاج مسلوقين ومقطعين يعني مكعبات صغيرة، وبدنا نضيفهم فوق الشوربة بهالشكل. نضيفهم ستورة الدجاج، أو فيكم كمان تسلقوا فروج وكمان تقطعوا بهالشكل
وبكون يعني شوربة لذيذة وطيبة. هيدي الشوربة بتمشي بأيام البرد، بتمشي يعني حسب ما يكون الإنسان جاي عباله شوربة. وإن الشوربات هني أنواع، في أكثر من 50 صنف شوربة بينعملوا بهالشكل. هلا بما إنه بده يكون سميكي، نحن ما بدنا إياها سميكي، بدنا نضيف لها شوية مي سخنة عليها، نتفة صغيرة لنشوف السماكة. دائما إذا لقيتوها سميكي بتضيفوا عليها المي مشان تكون عادي، لا هي سميكي ولا هي مي. يعني طبعا هاي الطحين هو بخليها شوية تتماسك الشوربة. شوفوا ما أحلاها. وبس تغلي، بس تغلي طبعا عندنا هون الكريمة، كريمة بقرية طبعا بتكون بعلب بالسوبر ماركتات، بتجيبوها ووبين كريم مثل ما شايفين، منضيفها فوق فوق هالشوربة الدجاج بالكريمة، وبصير ليكو هالشوربة لذيذة طيبة كتير. نحن أعزائنا المشاهدين هلأ بدنا تغلي دقيقتين بس، تغلي لحتى شوية، لأنه ضفنا الكريمة والدجاج بدنا، والمطيبات طبعولا شوية ملح شوية فلفل أبيض، وكنا سلقين الدجاج نحن بالمطيبات تبع السلق طبعا. وبعدين رجعنا قطعناه هون، وهلا صارت تقريبا جاهزة. بدنا مش أكتر نغطي عليها ونتركها لتغلي شوي، وبعد بدا دقيقتين وبهال بنطلع فاصل قصير وبنرجع نكمل حلقتنا معكم مع طبق جديد. الكريب تعني الفطيرة في إقليم بريطانيا الفرنسي، واليوم تنتشر العديد من المحلات حول العالم والتي اكتسبت شهرتها من تخصصها بتقديم فطائر الكريب ذات الحشوة الحلوة والمالحة على حد سواء. وقد يعتبر البعض هذه الوجبة اللذيذة من الأكلات الحديثة والمبتكرة، ولكن التاريخ يؤكد أنه تم ابتكارها عام 1895 ميلادي على يد هنري شاربنتي، الشاب الفرنسي الذي ابتكر هذه الوصفة في بلدته في تلال بريتاني، ثم رحل إلى جنوب فرنسا وتحديدا باريس للعمل مع عمه بمقهى موناكو، وكان يقدم حينها فطائر الكريب التي كان يقبل على تناولها الأثرياء والأباطرة لارتفاع ثمن الدقيق الأبيض في تلك الفترة. هلأ أعزائي المشاهدين بدنا نبلش بطبق الثاني. خلصنا طبق الأول وهي شوربة الطبق الأول شوربة الدجاج مع الكريمة، وعندنا طبق الثاني أرز بالخضار الطازجة. طبعا كتير لذيذ هذا الطبق. فينا بدنا قبل ما نبلش بالطبخة بدنا نشوف المقادير أعزائي المشاهدين على الشاشة. مقادير أرز بالخضار: 1 لتر مرق خضار، 500 جرام رز، 50 جرام بصل مفروم، 20 جرام ثوم مفروم، 50 جرام جزر، 100 جرام بروكلي، 50 جرام بازلة، و50 جرام كوسة، و5 جرامات بهارات مشكلة، و5 جرامات فلفل أسود، و50 جرام فلفل أحمر، و10 جرامات ملح، و100 ملي لتر زيت وزبدة. طبعا أعزائي هلا ولعنا النار وبدنا حطينا الووك على النار. بدنا نحن نبلش بطبقنا. أول شيء بدنا نحط نحن الزبدة وزيت بهالشكل،
وبعدين بدنا نحط شوية زنجبيل وبدنا كمان نحط فوق ثوم مفروم وبعدين بدنا بس شوية تتقلب الثوم والزنجبيل طازة المفروم بهالزيت والزبدة بدنا نضيف عليهم البصل هذا البصل أعزائي المشاهدين نحط البصل فوقهم وبعدين نرجع طبعا هلا بدي اقول لكم عن الخضار هن الخضار اعزائي المشاهدين هون عندنا البروكولي طبعا سلقناها نص سلقه وما اخبرنا ضلوع بدنا تكون متناسقه مع هالطبق اللذيذ عندنا هون طبعا الخضار الفاصوليا الخضراء يعني شيء قليل يعني حسب الكميه وحطينا جزر حطينا بازيلا حطينا طبعا ذرة حب الذرة مسلوق وعملنا هون فليفله ملونه اصفر واحمر واخضر كثير لذيذ هذا الطبق يعني مميز وعملنا هلا مثل ما شايفين دائما هون عندنا كمان بدنا اعزائي المشاهدين عرز فينا رز نحط رز أمريكي فينا نحط رز بصمتي فينا نحط أي رز بس ينسلق ثلاث أرباع السلق لأنه هذا الخضار كمان سلقناها نص سلقة وبعدين بتكمل منكمل الاستوى مع بعضها فينا نحن نعملها هذا الطبق الرز فينا نعمله أعزائي المشاهدين فينا نعمله على لحمي لحم جيليان فينا نعمله على دجاج جيليان كمان فينا نعمله على روبيان يعني بينعمل على أنواع اللي بتحبوا أنتوا فيكن تعملوا يعني حسب ما أنتوا بتحبوا هلأ نحن بما أنه اليوم عملنا على أساس خضار طازة مع البروكولي وعندنا هوني آخر شيء بنضيف عليه بصل الأخضر على وجهه يعني بصير لذيذ فينا نحن نعمل على جنب هذا الطبق ستيك مشوي فينا نعمل سمك مشوي فينا نعمل ريش مشوية يعني على جنب هذا الطبق الرز هلأ نحن عم نقلب هلأ مثل ما شايفين البصل والزنجبيل والثوم لحتى يعطينا هالنكهة اللذيذة نحن هوني هلأ بدنا نحط أول شيء الخضار هيدي الخضار مثل ما شايفين خضار يعني اللي يكون عليها موجودة كلها هون هذا الطبق الخضار اللذيذ وفي عنا كمان هوني اللي قلت لكم عليها الفليفلي الملونة من ثلاث ألوان فينا نحطهم مع بعضهم لأنهم الفليفلي منا مسلوقة ولا طبعا ولا معمل لها شيء بس لانه ما بدا غلي كثير على النار الفليفله دغري بتتاكل هي نيه بس ولكن بتذوب مع الرز هيك بهالشكل لكم احلى هيدي هلا بدنا نحط لها الملح والبهار ومثل ما شايفين هيك بهالشكل بدي احط لها انا فلفل اسود هيك فلفل اسود وبدنا نحط لها ملح هي ملعقه ملح كمان مع العلم انه ما حطيت لها شويه ملح بالسلق بس مش ما بدنا نكتر البروكلي مثل ما شايفين اعزائي اخر شيء بس نحط الرز لانه ما بدنا نكسرها للبروكلي بنحطها اخر شيء يعني بس قبل ما نسكبها بنحط البروكلي لانه هي البروكلي فيها فيتامينات كثيرة وفيها كمان طبعا هي مضادة
للسرطانيات ولا للأمراض المستعصية. البروكولي بنصحكم إنه دائما تاكلوها بغذائكم، بغذائكم بيطلع كتير لذيذ، والإنسان كان بيحمي نفسه من الأمراض. يعني في أشياء كتير الخضار فيها فايدة كتير لأجسامنا. هلأ نحن بدنا عم نقلب شوي لحتى ياخدوا بعضه نفس الطعمة مثل ما شايفين هون. نحن طبعا بدي لكم سلقت الخضار أنا بمرق الدجاج، يعني الخضار سلقنا بمرق الدجاج حتى يعطي هيك طعمة لذيذة. وهيك هلأ نحن بدنا نشيل الرز ونحطه على فوق الخضار، فوق الطبق اللذيذ. مش الكمية اللي بدنا إياها، نحن مش ضروري نحط كمية كبيرة، لا من 4 إلى 6 أشخاص تقريبا بكفي هالطبق. نحن بدنا إياها شوية بس مشان حتى طبعا هلأ بنصير نحط ونقلب نقلب. هذا الرز طبعا قلنا لكم مسلوق اعزائي المشاهدين، شوفوا مسلوق، وحبي واختها مسلوق. طبعا لازم ينسلق ويتصفى بالماء، من الماء، ويصير هيك الحبه واختها لازم ينعمل هيك. وفي طريقه ثانيه اعزائي المشاهدين، فيكم مثلا مثل ما قلت لكم انا نحط مثلا التقلاية والماء والخضار نسلقهم كلهم سوا ونعير لهم الماء مزبوط، ونحط الرز المغسول، رز بصمتي أمريكي، أي رز فينا نحطه فوقهم وتنطبخ كلها مع بعضها. بس نحن هون عملناها بهالطريقة أسهل منشان ستات البيوت، يعني تبقى سهلة عليهم هيدي، يمكن يكون نقصوا المي، زودوا المي، ما تطلع مزبوطة حبة الرز لسبب هيك تطلع مزبوطة 100% ولذيذة وطيبة. والألوان لذيذة مثل ما شايفين أعزائي، هي هيك فيها بتعطي، نعم فيها مثل ما شايفين كتير بتعطي طعم طيبة وغذاء، وخاصة الألوان غذاء متكامل، وخاصة الألوان، هالألوان الحلوة الطيبة كتير. وهلأ بدي أنا آخر شيء أرجع بصل الأخضر عليها، دايما بصل الأخضر كمان والبروكولي، هذا آخر شيء بنحط عليهم مشان ما يتكسروا. هذا شلنا نحن ضلوع، بس الرواسي خليناهم بهالشكل لكم كيفوني، يعني لذيذين ومستويين نص استوى. وهون هذا البصل الأخضر طبعا كمان لذيذ وطيب كتير، هالبصل الأخضر بيعطي طعمي دايما خاصة لهالطبق اللذيذ. هلأ أنا بدي أحركهم شوية لأنه منشان لحتى ياخذوا بعضهم الرز والطعم اللذيذ بهالشكل. طبعا وهيدي الطبق ما بدها ولا مي ولا شيء لأنه كل شيء مسلوق بس مش أكتر. هلأ أنا بدي ضيف عليهم البصل الأخضر، هاي بصل الأخضر، ضيف عليهم البصل الأخضر لأنه كتير تطلع لذيذة الطبق. وبعدين بدي حط عليهم البروكولي، هذا البروكولي اللي قلت لكم عليه كيف سلقته نص سلقة ومنظره جميل وأخضر حلو هيك بهالشكل، هيك الطبق لذيذ صار عنا. هلا بدي احركه اخر تحريكي وصير جاهز للسكب. ما شايفين رز بالخضار، مثل ما شايفين هلا
أعزائي المشاهدين خلطناهم كلهم سوا، بدنا نتركهم ولنوا دقيقتين على على النار مشان لحتى يعني ياخذوا استواهم الكامل هيك بهالشكل. بنغطي عليهم وبعدين بنرجع بدنا نشوف الشوربة. الشوربة روعة بهالشوربة الدجاج. شوفوا على النار هادي، شوفوا كيف صارت كتير لذيذة وبيضة لك البياض. نعم هيك بهالشكل أعزائي المشاهدين بيكون عنا هذا الطبقين يوم لذيذين. فينا نطلع فاصل قصير ومنرجع معكم. طبعا اعزائي المشاهدين مثل ما شفتوا سكبنا نحن الشوربه الدجاج مع الكريمه، وهلا بدنا نسكب طبعا طبقنا الرئيسي وهو الرز بالخضار، وبدنا نشوف اعزائي المشاهدين فوائد الخضار. فوائد الخضروات: تعد الخضروات مصدر مهم للفيتامينات والمعادن، كما أنها مصدر مهم للألياف ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى أنها تزيد من مناعة الجسم وتقلل التوتر والإرهاق، يفضل تناولها يومياً. هلأ أعزائي عم نصب الرز نحن مثل ما شايفين، منكون ونزينهم شوية خلاص مثل ما شايفين. هلأ بدي زين أنا هالطبق اللذيذ، بدي زينه بطوماتو كرزية هيك بهالشكل، بالطبق كله فوايد مثل ما تعرفوا، وكله هذا خضار طازجة، وبدنا نحط له كمان شوية عليه شوية كزبرة خضراء بروح معه، وعندنا هون ترنشات كم ترنش لومي بهالشكل. هذا صار طبقنا، وبدنا نضيف هون شوية كمان كزبرة على لون شوي صغيري بهالشكل على الشوربة، وبكونوا أعزائي المشاهدين بكونوا هودي أطباقنا لليوم. عنا شوربة الدجاج بالكريمة، وعنا أرز بالخضار الطازجة، وهودي أطباقنا لليوم أعزائي المشاهدين، ونشوفكم بحلقة جديدة. إلى اللقاء بحلقة جديدة وطبخات جديدة، وباي باي.